بسم الله الرحمن الرحيم. عندي ماسك مشعر، هذا حبة فيه البركة، حبة السودة معلقة، وكرم فيه خليت أربعة، وثوم أربعة اثنين. أنا أسوي هاي مع الوجبة واحدة، يعني كله خلطته هنا، وخليت بيه شوية زيت الزيتون. هذا راح أسويه مع الحنة، راح أخليه يفور، راح أخليه يفور زين، يفور لي ما شوية يظل من الاسمه، وطفي. خلوها على نار حيل هادية. بسم الله. عندي هذا مع الرمان، يبسه زين وطحنته. وعندي هذا الاسمه فورته، شوفوا حبة البركة مع راسين ثوم وأربعة اسمه قرنفيل، أربع حبات، وحبة السودة وراسين ثوم. هذا تساقط الشعر، هذا اللي اسمه جبته من أصدقاء سودانيين، بس لازم حيل يبرد. شوفوا الثوم خليته يشتعل مع الدهن. شوفوا شلون اشتعل الثوم، شوفوا الثوم اللي اسمه حبة سودا اشتعلوا زين، الدهن فار. كنت مخلي تقريبا نص استكانة، نص كوب مع الشاي، وخلصته. لين عندي يعني الشعر عايد ساقط، سألتهم انتوني هاي اللي اسمه، هذا حب اسمه مقشور الرمان. هذا يكفي، وشاي عادي. بس هاي الاسمه، وخليه يتنقع يوم كامل ان شاء الله، وبعدين استعمله. كم مره سويت هاي؟ صار اسبوع ما غاسل شعري، اسبوع ما غاسلت ولا بدهن ولا باي شيء. راح اخلي هذا يظل يوم كامل بي، واخلي هذا بشعري واخلي يوم كامل، واخلي عليه بلاستيك بشي اشد شعري زين، اخليه يظل يوم كامل. وثاني يوم راح اغسله ان شاء الله. هاي المكونات مالتها: زيت الزيتون، حبة البركة، قرنفيل أربعة، وثوم، وقشور الرمان. بس هاي، وأشكركم حيل، وأشكركم على اللايكات، وإن شاء الله تتمسون على خير وبركة يا رب. شوفوا صار هذا الثخن، لازم يصير هذا الثخن. راح أخليها لين ساعة 9 المغرب عندنا، لي باكر الصبح، باكر الساعة 10 راح أستعمله إن شاء الله. شكرا على اللايكات، تتمسون على خير.